منافسات كأس العالم عم تسرق الأضواء من عدة نواحي. إذا بدنا نتوقف عند صور اليوم، عنا مشجعين لبنانيين من مباراة ألمانيا والمكسيك. في صورة تانية أيضاً لطفلة مأخوذة من الفانزون لأن كأس العالم لكل الأعمار. وصورة لافتة لمشجع إيطالي نائم على المقعد، خصوصاً أنه إيطاليا خارج المنافسات. هالصور أرسلت لنا من طلاب الجامعة الأنطونية من روسيا.